طبت بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، نشرة مفصلة لآخر وأهم الأنباء من الميادين. وفيها الهجوم السيبراني يطال وزارة الخزانة الأمريكية وموظفوها يتحدثون عن اختراق كبير لم يعرف حجمه بعد. ترامب يبحث تأمين حصانة لابن سلمان أمام المحاكم الأمريكية في قضية محاولة اغتيال الجبري، والكونغرس يقر مشروع قانون الحصانة السيادية للسودان. شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال عند مدخل المسجد الأقصى. أهلا ومرحبا بكم. كشف نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي رون وايدن أن قراصنة المعلومات تمكنوا من النفاذ إلى نظام البريد الإلكتروني المستخدم من قبل معظم كبار المسؤولين في وزارة الخزانة. وايدن قال بعد إحاطة مغلقة من قبل وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب، قال إن منفذي الاختراق ذو مهارة في القرصنة وسرقة مفاتيح التشفير من خوادم الحكومة الأمريكية. ولفت إلى أن اختراق وزارة الخزانة كبير وخطير وقد بدأ قبل نحو 6 أشهر. هذا وأعلن الكونغرس الأمريكي إقراره مشروع قانون الحصانة السيادية للسودان، ويحصن المشروع الخرطوم من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة فيما يتعلق بهجمات سابقة، باستثناء القضايا التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفيدرالي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاق التاريخي الذي أبرمه البلدان أخيرا على أن تخصص مساعدة للسودان بقيمة 700 مليون دولار و120 مليون إضافية لسداد ديون مترتبة عليه لصندوق النقد الدولي. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس ترامب تبحث طلبا سعوديا لتوفير الحصانة لولي العهد محمد بن سلمان في الدعوى المرفوعة أمام القضاء الأمريكي من قبل ضابط الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري، الذي يتهم الأمير السعودي بإرسال فريق لاغتياله في كندا. الصحيفة قالت إن الطلب المقدم إلى إدارة ترامب يأتي فيما يصعب على الرياض إقناع واشنطن بمنح بن سلمان الحصانة بمجرد مغادرة ترامب منصبه. نقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن جهات استخباراتية عربية أن غواصة تابعة للسلاح البحرية الإسرائيلية تحركت باتجاه الخليج علنا بهدف توجيه رسالة لطهران على حد تعبيرها. وكان السلاح البحرية الأمريكي قد أعلن عبور الغواصة النووية جورجيا التابعة له برفقة طرادين منطقة هرمز، ما يؤكد حق الأسطول الخامس في الإبحار في أي مكان يسمح به القانون الدولي بحسب بيان البحرية الأمريكية. تنطلق في هذه الأثناء أول رحلة لشركة العال الإسرائيلية إلى العاصمة المغربية الرباط، وتقتقل الطائرة مستشار الرئيس الأمريكي جارد كوشنر ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات. وسائل أعلام إسرائيلية كانت رجحت أن يتم خلال هذه الزيارة توقيع الوثائق الأولى لاتفاقية التطبيع الإسرائيلي المغربي. وقد أصيب جندي إسرائيلي في إطلاق نار قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة. وبحسب وسائل أعلام إسرائيلية فإن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني قالت إنه منفذ العملية. متحدثة باسم الشرطة، شرطة الاحتلال قالت إن الهجوم أصيب إصابة قاتلة ولم إن المهاجم عفوا أصيب إصابة قاتلة ولم تحدد هويته بعد. مش عارف، هل في جندي على الأرض؟ مع حلول فصل الشتاء يدفع المزارعون في قطاع غزة ثمنا كبيرا من قوت يومهم بفعل ضعف الإمكانات في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي أدت في كثير من الأحيان إلى تلف مزروعاتهم. أحمد شلدان. كارثة جديدة تحل بالمزارعين شمال قطاع غزة، عشرات الدنومات الزراعية غمرتها مياه الأمطار بفعل ضعف البنية التحتية، ما أدى إلى دمار واسع فيها وتلف كبير في المزروعات ولا سيما التوت الأرضي. احنا هذا المحصول الفراولة احنا بنتأجر الأرض وبنزرعها على أساس انه احنا وعيالنا ناكل منها،
احنا هذا الشتاء اللي جا علينا دمرنا وخلانا مديونين. الاساس الموضوع من الحصار، وهذه زادت الطين بل زي ما بيحكوها بالبلدي، هذه قضت علينا بتاتا بالمره، واحنا بضررنا قبل هيك ومن اجراء الحرب الاسرائيليه وانقصفنا وتجرفن. الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة لم يكن في منأى عن أسباب ما حل بالمزارعين، فالوضع الاقتصادي المنهار حال دون تمكن أصحاب الأراضي من التغلب على خسائرهم الكبيرة. يعني هذه تضاف إلى حلقات الأزمات التي يمر بها المزارع والحصار المفروض على قطاع غزة والاعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي وكذلك جائحة كورونا، ويأتي الآن المنخفض ليضيف طبعا الأزمات تعقيدا على المزارع الفلسطيني. ومع حلول فصل الشتاء تعاني البلديات والوزارات المختلفة من قدراتها وإمكاناتها المحدودة في التعامل مع تبعات الأمطار الغزيرة، ولا سيما أن الوضع الاقتصادي الصعب بات ضيفا ثقيلا على مختلف مكونات المجتمع. ضعف البنية التحتية جعل من الغزاويين رهينة حصار الاحتلال الذي أطبق على حياتهم لأكثر من 13 عاما، والمطلوب اليوم خطة وطنية لإنقاذ اقتصاد غزة من الانهيار الحتمي. أحمد شلدان، غزة، الميادين. في لبنان يستمر تعثر تأليف الحكومة وسط سجالات بين تياري المستقبل والوطني الحر، فيما أكد حزب الله أن مشاركته في الحكومة مؤكدة. تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة اللبنانية يدخل شهره الثالث، ولا مؤشرات بعد على قرب ولادة حكومة ستكون مهمتها الأساسية تنفيذ الإصلاحات ووقف الانهيار في البلاد. الأسبوع الماضي شهد سجالات بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر على خلفية تفسير الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تأليف الحكومة. لا مجال لتفسير الدستور، الدستور واضح، من يؤلف الحكومة هو الرئيس المكلف بالتشاور مع فخامة الرئيس، على فخامة الرئيس أن يبدي رأي أن يوقع التشكيلة وليس أن يؤلف حكومة. أن هذا الموضوع غير قابل للنقاش، صلاحيات الرئيس هو شريك كامل في تشكيل الحكومة وهذا غير قابل للنقاش، وبالتالي هذا الموضوع انحسم. المعوقات التي تحول دون ولادة الحكومة ليست داخلية فقط، فالولايات المتحدة الأمريكية كررت على لسان أكثر من مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها ترفض مشاركة حزب الله في الحكومة، وهو ما فسر هنا في بيروت بأنه ضغط على الحريري للرضوخ لمشيئة واشنطن، عدا أن الأخيرة تلوح بعقوبات جديدة على مسؤولين لبنانيين. إنما فيما يتعلق بموضوع مشاركة حزب الله، هذا أمر داخلي وطني يتعلق بتكوين التركيبة السياسية لهذا البلد، وبالتالي لا أحد يناقش في ضرورة أن يكون حزب الله موجودا في هذه الحكومة. كل ذلك يترافق مع التعثر في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت واتجاه المحقق العدلي فادي صوان للتنحي بعد طلب النائبين علي خليل وغازي زعيتر تنحيه لما سمياه الارتياب المشروع، في وقت تعيش البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وحكومة تصريف الأعمال أعدت خطة لتنظيم دعم المواد الأساسية، ما سيترك تبعات سلبية على المواطنين، ولا سيما أن أكثر من نصف الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر. في حلقة مفرغة تدور مساعي تأليف الحكومة اللبنانية، شهران مرة على تكليف الحريري ولا مؤشرات جدية تشي بقرب ولادة حكومة الإنقاذ، أما واشنطن فتكرر معارضتها لمشاركة بعض القوى السياسية في الحكومة وتلوح مجددا بسيف ما يسمى العقوبات. عباس صباغ، بيروت، الميادين. في النشرة ولكن بعد هذا الفاصل. بوتين يتحدى طفلا صغيرا في هوكي الجليد. من جديد أهلا بكم إلى سوريا، حيث أفادت مصادر الميادين بأن تركيا أوقفت الهجوم على عين عيسى في ريف الرقة بانتظار رد قصد من موسكو على مطالبها بالانسحاب. المصادر قالت إن اجتماعا روسيا تركيا عقد شرق المدينة في إطار محاولة موسكو التوسط لإيقاف الهجوم على المدينة، وأشارت إلى أن الأتراك حملوا الجانب الروسي مطلبهم بانسحاب قصد والإدارة الذاتية والأسايش بالكامل من المدينة مقابل وقف الهجمات.
حذر رئيس الحكومة العراقية مصطفى القاذمي من أن الصواريخ التي سقطت في المنطقة الخضراء ليلة الأحد تهدف إلى خلق نوع من الفوضى، كاشفا عن تنفيذ الأجهزة الأمنية سلسلة اعتقالات أدت إلى منع تنفيذ عملية استهداف ثانية. من غير ممكن أن نقبل أن يحصل أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية في العراق. هذه البعثات موجودة ضمن قانون دولي، ولن نسمح بالمساس بها. هذه العمليات هي طعن باسم العراق وسمعة العراق. العراق يمر بظروف خاصة اقتصادية، والحكومة تعمل على مدار الساعة لحل المشاكل الاقتصادية، وتعمل على إيجاد فرص لدعم الاقتصاد العراقي عن طريق أصدقاء العراق ودول الجوار. هدف الصواريخ هو صناعة فوضى، هذه الفوضى مرفوضة. الحكومة مسؤولة عن الأمن، الحكومة مسؤولة عن اتفاقيات، ولن نقبل لأي طرف أن يقوم بهذه العمليات. القاذمي أكد أن الحكومة العراقية تعمل على إصلاح خراب السنوات السابقة ومعالجة المشاكل الأمنية والاقتصادية والسياسية. هذه الموازنة لن تمس رواتب أي موظف من الطبقات الدنيا الذي يشكلون أغلب موظفي العراق. أطمئنه هذه موازنة عملية إصلاح لنظام سياسي أنتجت الظروف الصعبة بالسنين الماضية. سوف نعمل ليل نهار على حماية الشعب العراقي وتوفير الأمن، وسوف نحارب كل القوى التي حاولت تتلاعب اليوم بالسعر بالسوق تحت عنوان سعر الصرف. سعر الصرف البارحة واليوم حجم الودائع بالبنوك العراقية بالدينار وبالدولار صعدت، شدوا الدول على قبول واضح بالتسعيرة الجديدة. عضو المجلس السياسي لحركة النجباء حيدر اللامي لفت في حديث للميادين إلى أن بيان الخارجية الأمريكية بشأن استهداف السفارة الأمريكية يبدو كأنه معد مسبقا. نحن في حركة النجباء لا نعتبر هذه السفارة هي سفارة أمريكية تنطبق عليها مصطلح البعثات الدبلوماسية التي نصت عليها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لأن هذه السفارة هي حقيقة الأمر هي ثكنة عسكرية، فلا توجد أي سفارة في العالم تضع أسلحة ثقيلة فوق مبانيها ولا تحترم القوانين واللوائح العراقية. هذا أولا. أما عندما نتحدث عن استهداف هذه الثكنة العسكرية المسمات بالسفارة الأمريكية في هذا التوقيت بالذات، فأيضا نقول هناك جهات تحاول خلط الأوراق وتعمل على اتهام فصائل المقاومة، فهذا الاستهداف في هذا التوقيت بالذات لا يقبله العقل والمنطق لعدة أسباب. ألم يتمنى من الحكومة العراقية تحريك القطاعات العسكرية لملاحقة من استهدف السفارة الأمريكية، لافتا إلى أن واشنطن أعطت الأوامر لعملائها من أجل خلط الأوراق. أبدا، نحن في فصائل المقاومة، وأنا أتحدث هنا عن حركة النجباء بالذات. نحن لا نخشى هذه الإدارة، الإدارة الأمريكية تعلم جيدا مدى الإمكانيات التي تمتلكها فصائل المقاومة. نحن نعلم جيدا بأن هذه الإمكانيات التي تمتلكها فصائل المقاومة تستطيع أن تصيب أهدافها بدقة، وليست بصواريخ بالية تقع على المدنيين وتصيب المدنيين. نحن لا نستخدم هذه الصواريخ التي لا تكون دقيقة، بل لدينا صواريخ دقيقة من الممكن أن تؤذي هذه القوات المحتلة، وهي قد جربت هذه الصواريخ منذ عام 2003 إلى خروجهم عام 2011. والسباقا لأي تحقيق عراقي، بادرت واشنطن إلى إطلاق الاتهام بشأن الهجوم في اتهام مبطن لطهران بالوقوف وراءه. تقرير محمد بو عبد الله. صواريخ الكاتيوشا والمضادات الأرضية تلهبان سماء المنطقة الخضراء. يستهدف الهجوم سفارة أمريكية يراها كثيرون أشبه بقاعدة عسكرية، ويثير جدلا بشأن منفذيه وتوقيته وردود الفعل عليه سواء في طهران أو في واشنطن. تنفيذا تبينت منطقة الإطلاق أنها معسكر الرشيد، لكن من يقف وراء القصف بقي مجهولا على الأقل في البيانات والإدانات والتصريحات. في رد فعل سريع من وزير الخارجية الأمريكي
وصف مايك بومبيو المتورطين في الهجوم بالميليشيات التابعة لإيران، ما أثار حفيظة طهران. يأتي الرد إيرانيا على لسان المتحدث باسم الخارجية مثيرا شبهتين، أولاهما بشأن نوع الهجوم، والثانية فيما يتعلق بتوقيت بيان بومبيو المعد سلفا بحسب سعيد خطيب زادة. وتلك اتهامات لطهران كاذبة وملفقة ومضللة ومدانة، عبارة قالها المتحدث الإيراني مؤكدا ثقته في تعرف الحكومة العراقية على المنفذين ومن يقف وراءهم، محذرا إدارة ترامب من السعي إلى إثارة الحروب والتوتر. لا يبدو التوقيت بريئا، ولكل قراءته لما حدث في العاصمة العراقية، فالمتوجسون من احتمال افتعال الأمريكيين هجوما يعدون الأيام أنها 30 قبل رحيل ترامب. وأما المسارعون إلى اتهام فصائل المقاومة العراقية فيترقبون الذكرى الأولى لاغتيال الشهيدين سليمان والمهندس يفصلنا عنها أسبوعان تقريبا. في ذلك يرفع نبرة التهديد الجنرال فرانك ماكنزي قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بأن بلاده مستعدة للرد إذا شنت إيران هجوما. فهل نحن أمام احتمالية افتعال الأمريكيين حدثا أكبر؟ أم أن الرد الإيراني على اغتيال العالم فخري زادة سيأتي مهما تكون الإدارة في واشنطن؟ إلى تونس، حيث أكد الرئيس قيس سعيد خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للجيوش أن الدولة بمؤسساتها وقواتها العسكرية ستتصدى لمحاولات ضربها من الداخل والخارج. ربما لم تعرف تونس مرحلة دقيقة مثل هذه المرحلة التي تعيشها اليوم، ولكن أطمئن كل التونسيين والتونسيات على أن مؤسسات الدولة ستستمر، وأن الجيش التونسي الوطني، قواتنا المسلحة العسكرية قادرة على التصدي لكل محاولات الإرباك. جددت منظمة الصحة العالمية تحذيراتها بوجوب اتباع التعليمات الصحية للحد من تفشي جائحة كورونا، ولا سيما في فترة الأعياد. مدير الطوارئ في المنظمة أشار إلى أن الإجراءات التي يجب اتباعها مع بدء تفشي السلالة الجديدة للفيروس هي ذاتها المتبعة مع كوفيد-19. دول أوروبية تغلق حدودها أمام بريطانيا خوفا من السلالة الجديدة لفيروس كورونا. فوضى وإرباك عند المعابر الحدودية، خصوصا عند معبر دوفر البحري مع فرنسا الذي يمر خلاله نحو 10,000 شاحنة يوميا لنقل المواد الغذائية والخضار إلى بريطانيا. إقفال الحدود الفرنسية أثار المخاوف من أن يؤدي إلى نقص في المواد الغذائية، أجواء دفعت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى ترأس اجتماع طارئ لمعالجة مسألة التدفق المنتظم للشحن من المملكة المتحدة وإليها. إن إقفال الحدود مع فرنسا على المدى القصير ليوم أو يومين لن يكون له تأثير كبير على البلاد، ونحن نعالج الأمر مع الفرنسيين، وقد أبلغونا أنهم يرغبون في استئناف النقل في أسرع وقت ممكن. شوارع العاصمة البريطانية خالية إلا من المضطرين للسفر أو العلاج أو شراء المواد الغذائية. الشرطة تتجول في محطات القطار الرئيسية لمنع مغادرة العاصمة إلا للضرورة. فقدان السيطرة على السلالة الجديدة للفيروس أشاع أجواء من الخوف من سرعة انتشارها. هناك مؤشرات علمية في المختبرات أنه هذه السلالة الجديدة قد تتجنب جهاز المناعة أكثر من السلالة السابقة بجسم الإنسان. هذه أمور ما زالت قيد البحث. فيما يتوقع أن تعود الطوابير أمام المحال التجارية لشراء المواد الغذائية والأدوية، دعت الحكومة المواطنين إلى عدم الإرباك والفوضى، مطمئنة إياهم بأن إقفال الحدود لن يؤدي إلى نقص في المواد الغذائية فضلا عن وصول اللقاحات إلى البلاد. بريطانيا تتجه إلى العزلة عن العالم بسبب الانتشار السريع للسلالة الجديدة لفيروس كورونا، عزلة دفعت رئيسة وزراء اسكتلندا إلى المطالبة بتمديد الفترة الانتقالية لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لمواجهة الموجة الجديدة للفيروس. مستر سرور، لندن، الميادين.
لبى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغبة الطفل ديمتري بلعب الهوكي معه في الساحة الحمراء بموسكو، ولعب الاثنان تحت إشراف البطل العالمي فاليري كامينسكي. وأتت خطوة بوتين في إطار مشروع خيري يسعى لتلبية رغبات أطفال لمناسبة الأعياد. Покатили? Молодец! Дима! А вот мы прямо так сдадим. يبدو أن الطفل هو من فاز. بدأ مزارعو إدلب بجني محصول الزيتون وبيع زيته في السوق السورية. نتابع. تعد محافظة إدلب شمال غرب سوريا بمثابة خزان لإنتاج الزيتون ومنبعا لزيتها الذي كان يقدم كهدية للملوك. خلال سنوات الحرب شهدت المحافظة سرقة إنتاجها من زيت الزيتون من قبل الجماعات المسلحة وبيعها إلى تجار أتراك، ولا يزال الأمر مستمرا في المناطق الخاضعة لسيطرتها إضافة إلى قطع الأشجار وبيع حطبها. نحن العام يعني تأثر كثير الموسم بهذه المناطق، والسنة كانت سنة عجفاء يعني على موسم الزيتون لأنه الأمطار تأخرت، وهذا انعكس سلبا على موضوع الإنتاج. بالنسبة للسنة زيت الزيتون الموسم لا بأس فيه، لكن ما كان عم يعطي مردود نتيجة فصل الصيف المرأة قاسي وقلة المطر اللي خاصة بشهر أيلول وتشرين ما صار أمطار، وزيك عم ينعكس سلبا على الإنتاج. المزارعون عادوا إلى أراضيهم التي استعادها الجيش السوري في ريف إدلب المحرر قبل عامين لتبدأ من جديد عملية قطف الزيتون وضخ الإنتاج في الأسواق رغم ارتفاع الأسعار الناجمة عن أسباب عديدة. يعني وبتعرف الزيتون اللي عندنا هون كله معري من النوع الجيد، وبلدنا بحاجة لشغل، بحاجة يعني كله بيعطي اقتصاد للدولة. قطف الزيتون الأشياء الأساسية الموجودة عندنا بالمحافظة بالريف المحرر. الموسم السنة الحمد لله يعني من فضل الله سبحانه وتعالى يعني موسم أحسن من السنة الماضية. ويعتبر الزيتون من العناصر الاستراتيجية المهمة في محافظة إدلب والتي تحتضن نحو 14 مليون شجرة في آخر إحصائية ضمن المحافظة قبل الحرب، إلى أن لحقت بها أضرار كبيرة من جراء التعديات والسرقة وبقاء مساحات واسعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة التي تسرق إنتاجها وتحرم أصحابها من مواسمها. وسجلت أسعار صفيحة زيت الزيتون لهذا العام ارتفاعا كبيرا تراوح بين 100,000 ليرة و 120,000 بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار ومصاريف الكلفة وقلة الإنتاج وارتفاع أجور اليد العاملة. في نهاية النشرة هذا تذكير بعناوينها. الهجوم السيبراني يطال وزارة الخزانة الأمريكية وموظفوها يتحدثون عن اختراق كبير لم يعرف حجمه بعد. ترامب يبحث تأمين حصانة لابن سلمان أمام المحاكم الأمريكية في قضية محاولة اغتيال الجبري، والكونغرس يقر مشروع قانون الحصانة السيادية للسودان. شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال عند مدخل المسجد الأقصى. للمزيد من الأخبار زوروا موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، ولمتابعينا باللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.